استئناف المجلس الشعبي لولاية غليزان دورته العادية الرابعة لليوم الثاني على التوالي، حيث كان لأعضاء المجلس الشعبي الولائي تدخلات تخص مختلف القطاعات بالولاية. كان لنا تدخل خاص بالمدارس الابتدائية وما يعانيه مدير المدرسة وأساتذة المدارس الابتدائية. إن شاء الله ستستجيب الهيئة لانشغالات أعضاء المجلس الشعبي الولائي من أجل الرقي وتحسين أداء المدارس الابتدائية وتحسين ظروف تمدرس التلاميذ. وأهم الانشغالات التي قدمناها اليوم هي المشكلة التهيئة الحضارية على مستوى بلدية غليزان ومختلف البلديات الأخرى، وكذلك مشكلة القمامة التي بات يشكل هاجسا لدى المواطنين ولاية غليزان، كما طرقنا إلى مختلف الانشغالات التي تعاني منها والنقائص التي تعاني منها مختلف المدارس الابتدائية وقطاع التربية بصفة عامة، وكذلك المشاكل المتعلقة بالسكن إلى غير ذلك. فيما يخص المداخلات تاع السادة أعضاء المجلس الشعبي الولائي، كلها صبت في رفع انشغالات لساكني الولاية في مختلف القطاعات. نتمنى إن شاء الله بربي تسيب يعني أذان ساغية من طرف السادة المدراء في إطار يعني الإمكانيات المادية، والجانب الثاني في إطار كذلك النصوص القانونية المعمول بها. ونتمنى إن شاء الله بربي التنمية المتواصلة من طرف يعني سواء اليد الثانية كما قلت في المداخلة تاعي ما بين الإدارة كجهاز التنفيذي والمنتخبين كاليد الثانية من أجل يعني رفع الغبن عن مواطن ولاية غليزان. يعني كل ما بلغونا به المواطنين من انشغالات بلغناه للسادة يعني للسادة رؤساء أو الوالي على رأس المجلس التنفيذي. كان عندنا واحد الاشكال شويه تاع التاخر في الانجازات تاع السكنات على حساب التقرير تاع البارح اللي شفناه مع المدير السكن، انه من 2010 2011 مازال كاين سكنات اللي حد الان راهي متاخره في الانجاز. كان السيد الوالي عنده مع رئيس المجلس الشعبي الولائي كان عنده اذن ساغيه. نتمنى بحول الله تكون الاذان ساغيه في اطار الميزانيه المتوفره ان شاء الله، وكما تطرق السيد الوالي المحترم يوم امس بان الخلل الكبير في مشكله الاولويات، ونتمنى تصحيح هذا الخلل الذي يهمش ممكن منطقه على حساب اخرى. نتمنى ان تجد الاذان الساغيه والعمل على تصحيح هذا الخلل، ونتمنى ان شاء الله بربي نكونوا عند حسن ظن الساكنه والثقه اللي داروها فينا باذن الله تعالى.